هي كلمة ترتبط دائما بالمرح واللعب والحيوية والحركة. الطفولة التي اختلف معناها في واحد من شوارع دمياط، مرض وحزن على طفولة تقضى بما لا يجب أن تقضى به. أب وأم يقفان عاجزان عن إنقاذ فلذة كبدهما من نهاية قد تأتي قبل الأوان. محمد ما بيحدش عارف يتعامل معاه هنا. بالنسبة لأكله وشربه أنا اللي بأكله ولا اللي بشربه ولا بكل حاجة. بالنسبة لأكله بقى، أما أجي أقول مثلا عايز تاكل بيغمض عينه، ما هوش جعان ما يغمضش. نفس الوضع برضو في الشرب، وبرضو لما بيصحى برضو وماني مش قدامه بيبقى يزن لغايه انا مثلا ابي يسمعني انا مثلا صحيت. اكتر من كده مفيش بقى ضحك، مفيش عياط، حتى لو اتخبط خبطه جامده تلاقيه يتألم منها، بس بقى مفيش بقى صوت ولا اي حاجه. اكتر من كده مفيش. بدت متماسكه في اللحظات الاولى حتى تذكرت ان ابنها محمد قد يلحق مصيره بمصير اخوته ممن سبقوه. بالنسبه لمحمد هو الوقت ابني الوحيد، لكن في قبل كده كان في دنيا وسعد. بالنسبة لسعد كان طبيعي جدا، ما فيش أي حاجة. وفجأة مرة في مرة قعد وإجا بقى الأربع سنين ونص وتوفى. دنيا برضو كده إجت للسنتين 9 شهور، طبعا ما استحملش المرض، دخلته أسبوع. طبعا محمد بدأ معاه بقى الوضع ده، فضل على وضعه ده. وطبعا كل ما يتعلق بأمل نيجي نبص الأمل ده يفشل. بدأ بقى من جوايا صورة إخواته الاتنين يبقوا قدامي، إن محمد هيبقى وضعه زي وضع إخواته، وان مثلا يعني مش هيبقى مثلا هيقعد معايا فتره طويله، هيبقى زي اخواته. اتوقع بقى في اي وقت او اي لحظه ان ممكن يجرى زي اخواته، ان هو بعد الشر عنه يعني ان هو يتوفى. قصه موت بطيء لطفل في 6 من عمره، محمد مسعد، الذي شاء القدر ان يصاب بمرض خطير عجز الاطباء في البدايه عن تشخيصه، لتبدأ بعدها رحلة طويلة في العلاج مع الأسرة. طبيعي يتولد أصلا طبيعي وكبر وكل حاجة ومشى، إننا فجأة لقيناه ما عادش بيمشي على رجليه. الكلام قل، أنا بدأت أقلق، فروحت جريت على مصر بيه وديناه مستشفى فين أصلا في المهندسين. عملت تحاليل وحاجات، قالت ده عنده مرض محتاج عملية زراعة خلايا جذعية. لم يترك محمد موسى والد الطفل بابا إلا ودق عليه أملا في إنقاذ ابنه، حتى وصل صوته إلى مجلس الوزراء. الأستاذ إبراهيم محلب طلع على الهواء كلم قناه، قال لهم إن شاء الله أنا أصفر الطفل على نفقة الدولة. نزل هو ضمط هنا في الميناء من حوالي شهر كده. أنا رحت، ما يعني فاهم قصدي، كان في أمن وحراسة، أنا خشيت عليه قلت له إن أنت رحت منده عليه. قال لي سبوه، تعالى يا محمد أنا فاكرك. طب يا استاذ ابراهيم كل يعني كل يوم بيعدي على ابني خطر عليه، ممكن في اي لحظه توفى. قال لي ان شاء الله في اقرب فرصه ان شاء الله ابنك هيسافر. بقى له شهر برضه ما سالش عني. 7 أشهر مرت ولم تلبي الحكومه وعودها. 7 أشهر وما زالت حاله الطفل تسوء يوما بعد الاخر. انا كان عندي سعد ودنيا توفهم، وما عادش انا محمد. انا انسان عادي مش ممثل. لو انا ممثل او انا حد يعني مهم، ابني هيسافر على نفق الدوله بسرعه. لكن ما فيش حد عبرني خالص لحد يومنا هذا. الاستاذ ابراهيم محلب اصلا وعدني في التليفون، ووعدني في الميناء بتاع دمياط اللي ابني هيسافر. لحد يومنا هذا ما سالش عني خالص. باستنكار شديد عبر محمد عن عجز الحكومه وعدم اهتمامها، في واقع يقول ان شعار لا حياه لمن تنادي هو ما طبق مع مرض ابنه. احمد عبد الصمد، برنامج مصر الجديده، مع معتز الدمرداش.